اهلا بكم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب، يوميات ام زد او يوميات ميزو. زي ما عودتكم دايما في كل فيديو بحاول اكلمكم على اي منتج بجيبه جديد ونشوفه مع بعض ونتفرج ونعرف ماركاته ودنيته. فالنهارده اكلمكم على منتجين. اول حاجه هاند بلندر سمارت. طبعا الهاند بلندر بقى شيء اساسي دلوقتي في كل بيت لسرعه سرعة الضرب المنتجات، وزي شوربة العدس والكلام ده، بدل ما كان بيحطوها في الخلاط ويرجعوا يحطوها تاني في الحلة والكلام ده كله، دلوقتي بقت عصير طماطم، ضرب شوربة العدس، حاجات كتير كلها بتتعمل، أو هرس بطاطس أو الكلام ده كله بيتعمل بالهاند بلندر وهي في مكانها من غير ما نغير من المكان لمكان، الحلة للخلاط أو من الخلاط ترجع للحلة. الهاند بلندر اللي معانا النهاردة هو سمارت، شركة تركي معروفة حلوة لها ضمانها سنة. الهاند بلندر ده يعتبر هاند بلندر فقط، هو معاه الوعاء بتاعه والجهاز والهراسة بتاعته، عليه ضمان سنة، 400 واط. هو بينزل منه ألوان متعددة، في 3 ألوان تقريبا أو 4، الأورنج والموف، في تقريبا لونين تانيين، البينك تقريبا. زي ما انتوا شايفين هو الجهاز، في طبعا انواع تانية من الهاند بلندر وماركات تانية كتير، وكل ماركة لها اختلافات في المنتج. يعني في بينزل هو زي ما انا قلت لكم ده 3 قطع فقط، في منه 5، في منه 6، وبرضو اي حاجة هتجيلي منه هنتكلم عليها مع بعض. هو ده كده المفروض بيتربط، كده سبت زي ما انتوا شايفينه كده سرعتين. هو نجربه مع بعض، صوته مش عالي لحد دلوقتي، انا شايف ان هو منتج كويس سمارت، زي ما بقول لكم عليه ضمان سنه، قوه تحمله كويسه و400 واط، شركه مضمونه ما تخافوش منه. وبرضو زي ما انا بقول لكم في ماركات تانية كتير، فريش براون، كنوت، كل الماركات دي ما اجيبها هنعمل عليها ريفيوهات برضو. هو ده الفيديو بتاع النهاردة، فيا رب تستفيدوا منه. المنتج التاني سيتي مضرب النسكافيه او الكابتشينو، ده كهربا. في مضارب كتير للنسكافيه والكابتشينو، يدوي او بحجارة او باليو اس بي، بس كلها بتبقى ضعيفة ومش سريعة في عمل الموضوع ده. فهنا ده سمارت برضو عليه ضمان سنة، زي ما انتوا شايفين شكله حلو جدا ازاي، ومعاه حافظ ليه، ممكن تقريبا كمان تحطه تضرب عشان تعمل وش للنسكافيه والكابتشينو. هو زي ما انتوا شايفينه كده سريع وسهل وعملي. طبعا زي ما انتوا عارفين كله دلوقتي بقى بيحب الحاجات النسكافيه والحاجات دي، فده سهل وسريع، زي ما اسرع من اليدوي ومن اللي باليو اس بي او بالحجاره، ده ما بياخدش وقت ولا مجهود. يا رب اكون فدتكم بالمنتجين بتوع النهارده، هما ريفيو بسيط وسريع بس اهو ممكن نستفيد منه باي حاجه. واللي عايز برضو زي ما انا قلت المنتجات دي انا بنزلها اونلاين، فاي حد محتاج يطلبها يتواصل معايا خاص، وهبقى اسيب رقمي برضو، فاي حد عايز يطلب اي منتج من المنتجات دي او اي يستفسر عن اي حاجه فيهم فانا معاكم بجاوبكم على طول. ويا رب اقدر افيدكم باي حاجه من اللي بتكلم فيها ولو افاده بسيطه، وربنا يسهل في اللي جاي يبقى افضل وفي معلومات افضل واقوى كل منتج. فربنا يسهل حبايبي ان شاء الله، ما تنسوش اللايك، زر تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع تحياتي معتز الرئيس، سلام.